The Israelis invade if they ordered us, charged us, open door to door to massacre us. I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers, even if that is the last thing that I would be able to do. Helpless, we have nothing to lose. Seen my kids since the truce started. We moved to another place and I'm spending most of the time running to places with internet connections. It's complete and utter destruction. I'm not sure how this is going to end. We know that it's very bleak, it's very dark. There is no way out of Gaza. What should we do? Like drown? Like commit mass suicide? Is this what Israel wants? And we're not going to do that. And I was telling some friend the other day that I am an academic. Probably the toughest thing I have at home is an Expo marker. But if the Israelis invade, I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers. كان صديق ومعلم وأخ ساهم في تدريب مئات الشباب في غزة على الكتابة والترويج للرواية الفلسطينية باللغة الإنجليزية، وهذا سبب اغتيال إسرائيل له، لأنها تريد إسكات صوت الحقيقة ومنع الرواية الفلسطينية. رفعت هو محرر كتاب غزة تكتب وغزة لن يتم إسكاتها، وشارك أيضا في كتاب ضوء في غزة، وكان نشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا امشي انا وياه لحد يوم الاربعاء، حتى اول امبارح في الليل هو بحاول ينتقل اي اشاره يدور اي شيء، وصار صلب يعني. فيوم كان بقول لي انا العدل وانا سهران من الحكي، بحكوا عن رفعت بكتبوا عنه، لانه هو اصلا اخر شيء كان بحكي انه انا بدي اركز حياتي كلها اذا ضربنا اخياني بعد الحرب، انه انا احكي عن قصص الناس وحكايا الناس. كان يمشي عدد كيلومترات يوميا لمدة شهرين من أجل أن يتمكن من الوصول للإنترنت ونشر الحقيقة حول غزة. رفض أن يترك مدينة غزة والشمال، وظل وفيا لمبادئه. الكثير من طلاب اليوم تذكرونه بألم والشعور بالفاجعة على فقدان، ولكن نحن متأكدين أن كلماته ستبقى، إرشاداته ستبقى، وتكرار ستبقى بيننا إلى الأبد. كما قال في قصيدته: إذا كان يجب أن أموت فيجب أن تحكي قصتي، وهذا واجبنا أن نحكي قصة رفعت الذي سيظل خالدا إلى الأبد.